نادي القادسية تتنفذ ركلة الزاوية الطويلة راسية تهيا جول يا ويلاه جول عزال مقبول أخيرا من المرمى تمكنت وبهالجول أنت تمكنت أنت بين وتمكن وهدف التعادل هدف التعادل عزان مقبول يسجل هدف التعديل في الدقيقة 37 هدف التعديل يأتي إذن لفريق نادي نجران عزان مقبول يسجل هدف التعديل إذن في الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول 1-1 هذا ما كان يتمناه جمهور فريق نادي نجران في هذه المباراة شوف الإعادة شوف الكرة من جديد محاولة شوف دفاع القادسية كان يتابعها فريد أنا قلت لدي نزعة هجومية الكرة وصلت ارتطمت في القائم عادت إلى عزان الغير مراقب أودعها المرمى